طيب يا أهلا وسهلا، صباح الخير عليكم جميعا. خلونا نتكلم شوي عن الأورام الليفية لأنها كثر التساؤل عليها. طيب الأورام الليفية أو اليوتيراين فايبرويد هي مشكلة شائعة عند النساء. الأحصائيات بتقول أن معدل الإصابة فيها من 20 إلى 80%، من 20 إلى 80% يصابون فيها النساء حسب عوامل، يعني ممكن النمط الجيني، الأصول، قابلية الاستجابة، يعني في حسب كمان الأجسام ونوعيتها وأمزجتها. طبعا الفايبرويد هذا أو الورم الليفي يكون فيه عنده أعراض، يعني الأعراض اللي غالبا بتصير في تقلبات في الحالات المزاجية، في نزيف، في ألام في البطن، ألام بالحوض، في بعضها تأثر على الحمل وفي بعضها لا، ممكن السيدة تحمل فيها، وطبعا اللي تأثر على الحمل نسبتها مرة قليلة. طب إيش هو هذا الورم الليفي؟ هو عبارة عن نسيج، هذا النسيج ينمو في الرحم. السبب الرئيسي لهذه الأورام الليفية هو الاستروجين، هو هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين موجود في جسم كل مرأة، بس أحيانا عدم توازن هذا الهرمون ولخبطته يؤدي إلى ظهور هذه النمو الخلايا في الرحم. طبعا غالبا يكون نموها بشكل سريع، تتراوح طبعا كم سنتي، تكون أحيانا ممكن سنتي سنتين، أحيانا توصل 15 سنتي. طيب السؤال اللي حيجي لكل أحد ممكن يسمع هذا الكلام، كل النساء عندهم استروجين لكن مش كل النساء يصابوا بالأمراض الأورام الليفية، إيش المشكلة؟ فعلا كل النساء عندهم استروجين في جسمهم بس مش الكل يصاب فيه. السبب هو عن توازن هذا الهرمون، لخبطة هذا الهرمون، عدم توازنه تؤدي إلى احتمالية الإصابة بالفايبرويد. طيب ممتاز، إيش الأعراض؟ الأعراض زي ما ذكرتها، في ألام شديدة، في نزف غزير أثناء الدورة الشهرية، في بين الدورة والدورة في يكون عندهم نزيف، في ألام بالظهر والحوض، في حجم البطن أحيانا يكون حجمه أكبر من الطبيعي، في ألام أثناء العلاقة الزوجية. أنا سؤالي اليوم أو اللي حابة أوضح لكم هو إيش علاقة الكبد بالفايبرويد أو الأورام الليفية اللي بتظهر في الرحم؟ طيب الكبد إيش علاقتها بالأورام الليفية؟ هذا شيء مرة مهم. أول شيء استقلاب الأستروجين، هرمون الأستروجين يصير في الكبد. لأن دائما أقول لكم إن الكبد هي أساس الصحة، يعني حرفيا لو اهتمينا بصحة الكبد وتنظيفها وتنقيتها من السموم كثير من الأمراض عندنا حتتلاشى. فعندنا الأستروجين يتم استقلابه في الكبد، طيب، وجزء منه يصير في الجهاز الهضمي. لذلك أهم طريقة للعلاج وأهم شيء نبدأ فيه هو تنظيف الكبد. لو اتنظفت الكبد حيكون الاستروجين الزائد متوازن في الجسم، حنطرد الاستروجين الزائد وحيصير في استروجين يعني متوازن في الجسم، وبالتالي بيخفف من أعراض الفايبرويد. الدراسات بتقول انه الفايبرويد ما يتحول لأورام خبيثة، فهذا شيء الحمد لله مطمئن، بس يحتاج متابعة. طيب في دراسات بتقول وأطباء بيقولوا انه الفايبرويد لما يظهر ما يروح، وهذه المعلومة غلط. أطمنكم انكم انتوا تقدروا بنمط حياتكم، تقدروا بالأعشاب اللي تاخدوها، بتغيير المزاج، الفايبرويد يتلاشى بل يختفي. طيب احنا اتفقنا اول شيء ان تنظيف الكبد، تنظيف الكبد جدا جدا مهم لانه يطرد الاستروجين الزائد. شيء ثاني نركز على المعدة، ناخد فيها بروبيوتيك، ناخد حمض معدة كويس، ممكن ناخد خل التفاح، يعني ندعم الجهاز الهضمي. الشيء الثالث ناخد الخضار الصليبية للناس اللي ما عندهم غدة او مشاكل في الغدة، لانه هذا الشيء يتعارض مع موضوع الغدة، فممكن ياخدوا مكمل غذائي اسمه الدم. طبعا حابة أنوه أنه أنا هنا ما قاعدة أصرف أدوية، أو أنا مجرد إرشادات توجيهية، كل واحد حسب حالته الصحية يقدر هو يتابع أو يمشي على حسب البروتوكول. المهم هذا الدم هو عبارة عن مستخلص الخضروات الصليبية، يعني البروكلي، القرنبيط، ما أعرف إيش، حطيناها في مكمل اسمه دم، لو تبحثوا عنه DUM، هذا يطرد السموم من الجسم والاستروجين الزائد من الجسم، فممكن إحنا ناخده. كمان ممكن ناخد الكركمين أو الكركم أو الكركم الذكر برضو، لأنه يساعد على تثبيط إنزيم
ويساعد على صحة الجهاز الهضمي. طيب هذه الأشياء بشكل عام، لكن لكل حالة لها يعني برنامج أو بروتوكول خاص فيها. كمان من الأشياء اللي تخفض هرمون الإستروجين في الجسم إنه نحن ممكن نستخدم الشاي الأخضر، ممكن نستخدم الكسوس، ممكن نستخدم الجينسينج. في حاجة بدي أذكرها، وهذه الأشياء أرجع أقول لكم هي بشكل عام. كمان بذور الكتان أيضا تخفض هرمون الإستروجين. في شيء أبغى أذكره اللي هو زيت الخروع، كمالات زيت الخروع أيضا هو له قدرة على اختراق أنسجة الجسم أو الجلد، وبالتالي يفتت هذه الأورام، لكن مع الاستمرار، مش بيوم أو يومين أو أسبوع، عشان يعني نستمر عليه، وبالتالي هو يحسن من هذه الأورام ويفتتها، ويمكن يؤدي إلى تلاشيها بأمر الله بعد الالتزام على نمط غذائي، يعني يكون نمط غذائي صحي، ما في مثلا مهيجات للالتهاب، أو مثلا في نسبة استروجين عالية. ممكن على حسب كمان كل مزاج. غالبا من الحالات اللي أنا شفتها الناس يكون عندهم التهابات، يكون لهم قابلية في حدوث الأورام الليفية، ناس يكون أجسامهم باردة، أجسامهم بلغمية رطبة، برضو يكون عندهم أورام قابلية للأورام الليفية. الحالة النفسية لها دور مرة كبير في موضوع هذا الشيء، مقاومة الأنسولين، الوزن الزائد، هذه الأشياء كلها تؤدي أو مسببات بشكل ثانوي لموضوع الأورام الليفية. حاولت أربط لكم الكبد بالأورام الليفية، لأنه حرفيا لو تم يعني الكبد كانت كويسة شغالة وتؤدي وظائفها بكفاءة عالية، فنسبة كبيرة من الأورام الليفية حتى تتلاشى